إذا الآن بدنا نحل نبدأ بسؤال 1-7. سؤال 1-7 بيقول إنه في عندي كور. خلينا أرسمه بشكل دقيق شوي. عندي هذا الكور ريكتانجلر كور. العمق تبع هذا الكور أظن 15 سنتيمتر. 15 سنتيمتر يعني السراكة تبعته هذا 15 سنتيمتر. 15 سنتيمتر هي 0.15 أوفر متر. أوكي هاي الثيكنس العرض تبعه. هلا الأطوال تبعته من هون في عندي أنا من المسافة من هون لهون 50 سنتيمتر هي 0.5 أوفر متر. بعدين عندي 0.15 أوفر متر وهذه أظن كمان 0.15 أوفر متر. هذول متشابهات. هذا بسهل متماثل يعني كمان نفس الشيء هون هذه 0.15 أوفر متر. عفوا هاي 0.5 متر والباقي كله نفس الشيء. طيب هلا نسألكم هون سؤال شو اللي length of the core وين راح أخده؟ ما باخده برا ولا باخده جوا باخده تقريبا نرسمها بخط لون ثاني مختلف شوي عشان نذكر حالنا. اذا المين لينكس بنسميه المين يعني الافرج تقريبا اللينك راح ناخده بنص الكور تماما. مش شرط يكون هذا 30% لكن هو تقريب نوع من التقريب. اذا راح ناخذ احنا النص بالضبط من هون. طبعا هذا لاحظوا انه متماثل هو مستقيم ومربع. اذا سهل اخذ واحد منهم واضرب في اربعه. نعم 65. انت ما اذكر منها حسبتها بسرعه ان احنا شوي شوي بدنا وقت. كويس ماشي 7.5 و7.5 15 و50 65. اذا هذا الافرج راح نحطه هون الطول بهذا هون 65 سنتيمتر اللي هي 0.65 اوفر متر. اذا عندي هلا هون راح نيجي نقول اللينث اوف ذا كور يساوي 4 مضروب في 0.65 ويساوي 130 260 مضبوط ماشي اوكي تمام. هلا الطريقه الكلاسيكيه كيف كنا نحل احنا بالطريقه التقليديه؟ بدي اطلع انا بي اظن السؤال طالب بي مش هيك؟ ولا طالب فاي؟ السؤال طالب بدنا فلوكس بدنا فاي. اذا هو السؤال طالب هون قيمه فاي. كيف احسب ايش خطه الحساب فاي؟ راح نطلع الريلاكتنس بدنا نشوف قديش الريلاكتنس وبدنا نشوف قديش الام ام اف. وبعدين فاي راح يساوي الام ام اف على الريلاكتنس. هلا الريلاكتنس راح تساوي ال للكور على الكروس سكشن اريا في المتر. ميو هلا ما اعطيني اياها بالسؤال اظن ألف. ميو آر ألف يعني ميو ريلاتيف أعطيني إياها ألف. إذا الميو شو بتساوي؟ ألف ميتين. نعم ألف ميتين. ألف ميتين. ألف ميتين بركي عندك إديشن مختلفة أو شيء. 1-7 سؤال 1-7 مش مشكلة ألف. فعندي ميو ميو هذا شو بتساوي؟ ألف. هذه ميو آر ألف في 4 باي تساوي ميو آر في ميو نوت وتساوي ألف في 4 باي 10 to the minus 7 مضبوط. وهذه راح تكون هنريز بير متر. إذا صار عندي هلا آر موجودة بدي أحسب صار عندي هاي 2.6 قديش الكروس سكشن الأريا تبعت هاي لو جيت قصيت هذه من هون وطلعت عليها ايش راح تشوف أمامي؟ 15 سنتيمتر عرضها وعرضها كمان هو 15 في 15 مش هيك؟ اذا A بتساوي بوينت بتذكر انها تتحول 0.15 تبعي لازم احولها لمتر. اذا ما حولتها لمتر حتطلع معك رقم ضخم سنتيمتر لازم تكون بالامتار. ميو هي عباره عن 1000 مضروب في 4 باي تايمز 10 تو ذا ماينس 7 مضبوط؟ قديش بيطلع معنا الجواب؟ 92. اذا 92 اذا بدك تحط لها يونت
هي راح تكون امبير تيرمز بير ويبر. هاي اللي هي الريلكتنس، هاي الريلكتنس الكامل لان احنا اخذنا 2.6 متر كيلو 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 يعني مضروبه في 1000. طيب بعدين هلا بدنا نحسب ام ام اف. هلا حتى نحسب ام ام اف لازم نعرف الكوينز اللي موجوده. نشوفها بالازرق، في عندي كوينين محطوطين، واحد له 400 متر وواحد له 300 متر. اذا في عندي كوين هون هذا ماشي في اي 1 وله 400 تر. في واحد ثاني، شو المهم هلا لما برسم الثاني؟ مهم جدا الاتجاه. لازم اثبت كيف بدي ارسمه، ما بصيرش ارسمه حكيت ما اتفق، لازم يكون مرسوم بشكل واضح عشان ايش اعرف؟ انه الاثنين هذول بيجمعوا ولا بيطلعوا. هذا عندي هون الكرنت جاي، لاحظوا الكرنت كيف جاي، مش بس مهم كيف لفيت اللفات، كمان الكرنت كيف جاي، وهذا الكرنت جاي بهذا الاتجاه. اذا لاحظوا هذا الكرنت كيف جاي، جاي هيك واللفات هيك، اذا وين الفلكس رح يكون او الماجنتوموتيف فورس تبعته؟ يكون بهذا الاتجاه. طيب وهذا بنفس الايد، لازم استعمل نفس الايد. انا كنت رسمت شيء غلط. مضبوط مضبوط. اذا هذا رح يعمل عندي بهذا الاتجاه، وهذا رح يعمل عندي بهذا الاتجاه. اذا صار عندي هذا هيك وهذا هيك، اذا الاثنين رح يجمعوا مع بعض، مضبوط؟ مش هيك بنفس الاتجاه. هذا عندي هيك وهذا هيك، اذا الاثنين بيساعدوني. مضبوط مضبوط مضبوط، لان انا راسمها بالشكل الصحيح. إذا راح يصير عندي هلا هون، عندي هون 300 لفة. هلا الكرنتس، قيم الكرنتس نعطيه I1، قيم الكرنتس 0.5 و0.75. إذا هون عندي الكرنت I1 يساوي 0.5 أمبير، وهون I2 يساوي 0.75 أمبير. إذا هدول الاثنين راح يجمعوا مع بعض، لأنه الريفلكس اللي ينتج عن أو الماجنتوموتيف فورس اتجاهها نفس الشيء، هاي اتجاهها هيك وهاي اتجاهها هيك، إذا الاثنين بيجمعوا مع بعض. إذا التوتال ام ام اف بيساوي ام ام اف 1 زائد ام ام اف 2. شو اي 2؟ اي 2.75. 0.75 امبير، إذا هذا بيساوي ام ام اف 1 زائد ام ام اف 2 اللي هو بصير عندي 400 في النص زائد 300 2.75. 400 في النص بيعطيني 200 200 وبعدين عندي 225، مش هيك؟ 425. اذا عندي هون 420 25، والوحده هون رح تكون امبير تيرمز. اذا عندي ام ام اف جاهزه والريلكتنس جاهزه، شو بقدر الان احسب؟ فاين رح تساوي توتال ام ام اف على توتال ريلكتنس، وتساوي 420 25 على 92 كي. قديش بيطلع معنا الفلكس؟ 0.00462. اوكي ماشي، واضح الطريقه اللي حلينا فيها. لكن احنا فرضنا الان هون ضمنيا مفترضين انه ميو بالحاله هاي، فاستخدمنا احنا قيمه لميو. اللي فعليا راح يصير انه قيمه ميو راح تعتمد على اتش، فما بقدر افترض انها كونستنت. ولذلك هلا تكمله السؤال اللي هي بتصير ب 1/12 بيسال السؤال التالي، ولو احنا فرضنا انه ميو كونستنت، لو كانت ميو مش كونستنت وبتتبع الكيرف اللي معطي معكم، هلا الكيرف معطي معكم في صفحه صفحه 60. تطلع على صفحه 60 راح تشوفوا الكيرف هذا موجود، وبعمل له بلوتنج على لوغاريتميك سكيل هون ولينير سكيل هون. بدك تتبع اللوغاريتميك سكيل عشان لما نطلع قيمه اتش، هلا راح ندخل قيمه اتش اللي بتطلع معنا ونطلع منها قيمه تي، وراح احسب فاي الفعليه الصحيحه لو انا اخذت الكيرف هذا بعين الاعتبار. ماشي واضحه هاي قبل ما امحي هذا الجزء؟ نعم تفضل. الكروس سكشنال اريا، الكروس سكشنال اريا لو احنا اجينا هون حطينا سكشن وقصينا هاي الماده، لو انت اجيت هيك شايف؟ شايف هذا الشكل؟ اعطيني 15 هذا، بس انا بدي اريا، الاريا ايش لازم اضرب؟ اذا بقص هذا، لو قصيت انت هذا وطلعت من هذا ايش رح تشوف امامك؟ 15 مربع، مضبوط؟ المربع هذا قديش ارتفاعه؟ 15. طب عرضه؟ هو 15
تعطيني اياها 15 لازم اكون معطيك اياها، يعني هذا العرض تبعه هو قديش بدخل في الصفحه او قديش بيطلع من الصفحه. هذول الاثنين طلعوا متساويين، حظ المتساويين هيك ممكن ما كانوا، ولانهم متساويين شو عملت؟ رفعت بونت 1. طيب اذا بتكتب بدك تاخذ سنتيمترات تاخذ مترات. نعم دكتور هسه هو تقريبا بالسؤال ما قال انه هذا الكروس سكشن مالته مربع او مستطيل. لا لا ما حكي، لا لا ما حكي، هو كل حاجه ما هو انت بدك تطلع هلا هذا. هلا انت لما تقصها من هون، هلا تطلع معي انت هون شوف، لو انا مسكتها هاي وقصيتها من هون رح اطلع من هون ايش رح اشوف امامي؟ رح تشوف هذا الارتفاع مضبوط؟ طيب عرضه قديش هذا؟ هيو زي شو رح نعرف انه هذا عرضه يعني يساوي طول؟ لا لا ما بتعرف، هاي موجوده بمعطي بالسؤال، تطلع على السؤال. اذا تطلع على السؤال على صفحه 57 هي طول اطلع تحت على صفحه 57 تحت على اليمين اسفل الصفحه على اليمين ما بعطيك اياها بالسؤال، راسمها هو على الرسمه، فعلا هي في السؤال مش مذكوره الكوردت لاحظوا كويس، سؤال سعد كويس، سعد بيقول من وين عرفنا انه هذا عرضه 15 هو موجود على الرسمه مش موجود بالسؤال؟ فعلى الرسمه موجود تحت هون بأوطى مكتوب كور ديبث، ديبث يعني كأنه يعني كأني عم بطلع هيك العمق قديش هو عميق. دكتور نعم هذا ترانسفورمر على صوتك، هذا ترانسفورمر لا مش مش شرط، هلا هو الحاله هاي مش ترانسفورمر كويس، سؤال كويس، شايفين سؤال غسان ايش بسأل سؤال كويس بقول هذا ترانسفورمر زي ما احنا هلا مستخدمينه مش ترانسفورمر، بتعرف شو عاملين كأنه؟ كأنه حاطين عمالنا بنعمل قوة دافع مغناطيسية هون وعم نساعدها بقوة دافع مغناطيسية هون. هل بقدر استخدمه كترانسفورمر؟ ممكن طبعا. لو انت حبيت تستخدمه كترانسفورمر بس بدك تحط هون دي سي مش هيك؟ بدك تحط عفوا هون اي سي كرنت وبتطلع لك من هون اي سي فولتج. بس احنا مش مستخدمينه الان هيك، نعم. لو كان مستطيل بدي احسب مغناطيسية طبعا، اذا كان مستطيل هلا اذا كان هذا مستطيل انت قصدك هذا مستطيل لو هذا مستطيل بدي اضطر احسب هذا الطول وهذا الطول واضربه في اثنين حتى يقسم هذول الاثنين، بدي احسب هذا الطول واضربه في لو قريبين من بعض يعني شويه بقدر اقدر اعتبرهم مربع؟ بدك ممكن تقريب ما هو بصير كله تقريب بس اذا الارقام عندك ليش تقرب؟ نعم طبعا انت برضه كمان بدك تتفق انه هذا ممكن ما يكونش مربع، هذا ممكن يكون مستطيل كروس سكشن. طيب اذا طلع مستطيل مستطيل خلص بتضرب رقم في رقم، انا ربعته هون بس لانه رقم بس ممكن هذا الطول يكون شيء والدبث يكون شيء ثاني، هم بالحاله هاي هيك صدفوا انه اجى واحد 0.15 والدبث 0.15 نعم. طيب دكتور ممكن انا استخدم ترانسفورمر بياخذ تو انبوت وتطلع لي طبعا ممكن يعني ممكن انت يعني انت بتلعب فيها زي ما بدك، بامكانك انت اذا حبيت مثلا بامكانك تعتبر هذا انبوت تعتبر هذا انبوت بدك تشوف انه بيساوي بعض ولا بيعوضوا بعض وتحط انت واحد ثالث هون تاخذ منه اوتبوت فولتج بصير يعني نعم تفضل. احنا لو كان التيار معاكس صحيح بدك تطرحه كويس، وين بطرحه؟ هون طبعا حسب مين اللي بتحطه سالب رح يعطيك الاتجاه يعني افرضنا انه هذا كان اعلى من هذا وهذا معكوس بصير هذا اتجاهه هيك وهذا اتجاهه هيك، اذا هذا طرحت هذا ناقص هذا بكون الاتجاه البوزيتيف للفلكس وين صار؟ هون، لكن اذا طرحت هذا ناقص هذا بصير وين الاتجاه البوزيتيف للفلكس؟ زي ما بدك بس المهم انك تكون كونسيستنت، كونسيستنت يعني ايش؟ متسق يعني انك بتستعمل الكونفنشن بتضلك تستعمل نفس الكونفنشن، نعم تفضل. دكتور لو عملنا نفس الشكل مربع بس كبير الكروس سكشن الاريا تبعته 15 تمام كويس، سؤالي كويس، لو احنا خلينا نفس الكروس سكشن الاريا بس طولنا المسافه شو راح ياثر هذا على الحسابات تبعنا؟ سؤالي كويس ينفع على الوقت ام سي راح تزيد مضبوط، اذا زادت ام سي شو بصير بالار؟ هلا انت ممكن شو تحب تعمل؟ ممكن تقرر انك بدك تزيد الطول وبنفس الوقت تنزل الكروس سكشن عفوا تزيد الطول وتزيد الكروس سكشن الاريا اذا زدتهم بنفس النسبه ممكن يضل الريلكتنس نفسه. نعم دكتور اذا زدنا عدد اللفات تمام اذا زدت عدد اللفات بزيد معك الام اف فبزيد بدل 400 بصير تضرب ب 600 او 700 بكبر شو بزيد معك؟ بزيد معك الام ام اف واذا زاد معك الام ام اف بصير عندك لكن بدك تتبع شغله في سؤالي كويس لو زاد معي الام ام اف افرض انا اجيت ضاعفت الام ام اف باخذ انتبهوا على هذا السؤال لو انا جيت قلت الام ام اف زي ما سال الشاب هون بدي اضاعف بدي ازيد الكرنت او ازيد عدد اللفات لو ضربت عدد اللفات باثنين ايش بتوقع بصير ديفاين نهائيا؟ بتزيد قديش تنضرب بقديش؟ باثنين على شرط انه ايش؟ لو ايش الفرضيه؟ انه ميو كونستنت لكن لو ميو مش كونستنت لو انت ضربت عدد اللفات باثنين يمكن الفاي ما تزيد مقدار ممكن تزيد مقدار واحد ونص ليش؟ لانه بدا يقرب من الساتشوريشن
اللي هو الكيرف هذا يكون الفكرة سؤال 1.7 و1.12 انه بتفرجيك انه فعليا ما تقدر تضلك تزيد زي ما بدك. ميو مش ثابتة، ميو بتتغير حسب الكيرف هذا اللي موجود، ماشي واضح؟ اوكي؟ إذا خلينا هلا نحل 1.12، رح نحل أشياء اللي ما بنحتاجها، رح أخلي الدايمنشنز، رح أخلي 300 و400 من هون، رح أغير أبدأ أغير عند النقطة هاي اللي موجودة هون، رح أخلي ال سي بتساوي 2.6 ورح أخلي القيمة الأصلية هاي على الفرضية شو بتفترض؟ بتفترض إنه ميو كونستنت، رح نحل الآن بطريقة إنه ميو مش كونستنت، رح نشوف المثال فعليا. هلا انا الكيرف هذا ايش معقول بلوتنج عليه؟ لاحظوا هاي نقطة مهمة، سؤال 1.12 بقول لي لو انت فرضت الان ميو مش كونستنت مش 1000 زي ما احنا فرضناها هون بدك تطلع قيمتها من هون. هذا الكيرف ايش عليه؟ هل عليه ام ام اف وفاي؟ لا لا ايش عليه؟ اذا حتى ادخل واستعمله شو لازم ادخل باي شكل؟ باي قيمة لازم ادخل له؟ اتش وبطلع منه في بي وبعدين بي بضربها في ايش حتى اطلع فاي؟ ميو بي ايش؟ بي حتى اطلع فاي الاريا. تمام احسن. اوكي اذا خلينا نطلع، اذا اول شيء لازم نحسبه هو اتش، حتى احسب اتش ايش لازم ايش بتساوي اتش هنا على ايش؟ على ال سي ها اللي هي هاي النورماليزيشن عم نعمل. ام ام اف ايش كانت عندي؟ 92 كي اي 92 كي مش هيك؟ 92 كي ام ام اف ام ام اف لا عفوا قديش كانت؟ 425 كانت 425 امبير تيرز. متذكرين حسبناهم لما جمعناهم؟ متذكرين ليش جمعناهم؟ لانه هذا بيعطيني فلكس بهذا الاتجاه وهذا بيعطيني فلكس بهذا الاتجاه، زين اثنين بيساووا بعض وهي وحدتها امبير تيرز. واللينث تبع الكور حسبناها هي 2.6. زين شو رح يطلع معي الان؟ قيمة اتش، وقيمة اتش قديش تطلع معنا قيمة اتش؟ 163. اذا بتطلع 163 شو لازم تكون وحدتها لاتش؟ امبيرز بير متر او امبير تيرز بير متر زي ما بدك. انا بحس انه امبيرز بير متر اصح، اذا عندي هي وحدتها امبيرز بير متر. طيب اذا هلا شو لازم اعمل؟ اول شيء بدي اطلع انا قديش بي، مزبوط؟ ايش لازم اعمل؟ الان بدخل هون بحط 163 هون، بنزل على الكيرف وبرجع من هون. هاي المادة يعني هاي خاصية للمادة بغض النظر عن الدائرة اللي استعملناها، واضحة هاي النقطة؟ هذه خاصية عالمية للمادة هاي اللي هي ستيل. حاطط اسم لستيل شو هو ولا بس حكي ستيل؟ يعني هذا ممكن يكون نوع معين من ستيل. فيرومغنتيك ستيل أو شيء مش حاكي عنه تفصيل. هاي خاصية عالمية لهاي المادة، بغض النظر وين ما رحت استعملتها وكيف ما شكلتها. لما اتش توصل 163 قديش بتكون بي؟ 0.15. اوكي ماشي واضح. نعم تفضل. معطيني الكيرف بضرب في ميو بس. صحيح. لو هو مش معطيني الكيرف بضرب في ميو بتطلع معي دي، احسنت. اوكي فانت بتقول لو انا فرضت انه هاي كونستنت خلص بضرب اتش في ميو بعطيني دي، لكن هو بالسؤال هذا قايل لي ما تفترض انه ميو كونستنت، ارجع للكيرف. لانه في مكان ثاني ممكن يكون شيء ثاني يصير عندي هون. اذا في الحاله هي كانه عمال بنقول عالميا هاي الماده في اي لحظه وصل فيها اتش 163 بغض النظر عن طولها وعرضها وارتفاعها راح تكون بي في اللحظه هذيك 0.15 تسلا. اذا فروم كيرف فروم ذا في اتش كيرف ات اتش بتساوي 163 امبيرز بير متر، بي بتساوي 0.15 تسلا. اذا صار عندي هلا في 0.15 تسلا، كيف بدي اطلع فاي؟ بي في الاريا. اذا احنا بنقول انه بي بتساوي فاي على الاريا. اذا فاي بتساوي بي مضروبه في الاريا، وعلى فكره هذا دوت برودكت. دوت برودكت لما بيطلع معي سكيلر كيف الاريا بدها تكون فيكتور؟ العمودي. عمودي عليه، احسن. تمام ممتاز. اذا الاريا احنا بنقول الاريا هي فيكتور، والعمودي على الاريا هو الفيكتور اتجاهها. فلو انا عندي اريا زي هيك العمودي عليها الطالع منها هو اتجاه الفكتور. اذا انا بدي، انا بتمنى انه بي شو تكون بنفس اتجاه الاريا، ولذلك انا عم بضرب دوت برودكت. عم بقول كيف دوت برودكت؟ معناها الزاويه بينهم رح تكون زيرو، اذا كانت زيرو رح يعطيني اعلى قيمه هون. اذا عندي بي في هيك بتساوي فاي، وبي عندي هون كانت 0.15. قديش الاريا؟ طلعناها هي كانت 0.15 تربيع مش هيك؟ إذا عندي 0.15 تقريبا قديش تطلع؟ 0.003 هلا شو بدنا نطلع؟ شو بدنا نقارن؟
هذا باللي فوق. معليش مع اللي فوق. اذا الفرض اللي فرضته فوق اعطاني خطا مش هيك، والخطا مش بطال كويس. قديش الخطا تقريبا؟ في حوالي 25% في عندي خطا. لما حسبت بالكونستنت طلعت معي فاي اعلى من القيمه الفعليه اللي طلعت معي لما حسبتها. واذا بدي احسب الميول الفعليه في الحاله هاي بامكاني احسبها باني احسب بي على اتش عند النقطه هاي واشوف قديش الميول. لو قسمنا بي على اتش عند النقطه هاي راح تصير عندي هلا ميو افكتيف بتساوي دي على اتش، بي بتساوي 0.15، ميو بتساوي 163. اذا لو قسمنا 0.15 على 163 انا حالي هون بطريقه مختلفه شوي يعني. هلا نشوف شو بيطلع معنا. لو طلع معي هدول بيطلع معي 0.15 على 163 63، فبتطلع ميو معي 9.2 times 10 to the minus 4. وهذه راح تكون هنريز متر. هلا هاي كيف بدي اطلع ميو ار الان؟ اقسمها على ميو نوت مش هيك؟ اذا بدي اقسم هذا الرقم الان اول شيء على 4 بعدين على باي بعدين على 1 اكسبوننشال ماينس 7 فبيطلع معي 732 مضبوط نفس الرقم؟ كني انا في تقريب لهذا ميو تطلع هون تقريبا انا من عندي هون 732 في كان اختلاف. هل ميو ريلاتيف قديش احنا فرضناها بالسؤال؟ 1000 بالسؤال الاول ماشي واضحه؟ اذا هاي بس بتوضح لنا الفكره انه احنا نفترض انه ميو كونستنت هو نوع من التقريب والفعليا هي ميو مش كونستنت، ميو بتتغير قيمتها حسب قيمه الاتش. الحلو في البي اتش كيرف ايش؟ اذا معنى الاتش تمام عالميا لهي الماده لمادة. طبعا كل مادة بتختلف عن مادة ثانية، يعني كان لو اروح على مادة ثانية الكوبالت مثلا هلاقي في له كيرف مختلف، يمكن حتى انواع الستيل رح تلاقي عدد هائل من انواع الستيل. الكربون ستيل وستيل ثاني كل انواع بتطلع على الستيلز المختلفة بنلاقي لهم كيرفز مختلفة. في اسئلة على هاي؟